كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري امريكي اسرائيلي غدا بالقاهره لبحث اعاده تشغيل معبر رفح واكد المصدر ان هذه الخطوه تاتي في اطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطره الاسرائيليه على الجانب الفلسطيني وحمل المصدر الجانب الاسرائيلي مسؤوليه النتائج عن اغلاق معبر رفح وتفاقم الاوضاع الانسانيه في قطاع غزه المصدر أشار أيضاً إلى وجود جهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير